هيكون خليفة وليد أزارو وعنده سرعات وقوة بدنية مش عند أي حد. كولر مقتنع بيه وشايف إنه البديل الأنسب لسوزا. أنتوني موديست بيقرب من الانضمام للأهلي. الصفقة شبه تمت والاتفاق خلص. موديست رغم كبر سنه إلا إنه متوقع إنه يعمل نقلة نوعية في خط هجوم الأحمر في حالة الصفقة لو تمت. أرقامه مرعبة وأهدافه صعبة. لاعب تحسه جاي من عالم تاني. هيرجعنا لذكريات المهاجمين الحقيقيين. مش زي اللي كنا بنشوفهم في المواسم الأخيرة وبيدفع فيهم أرقام خيالية كمان. في الفيديو ده هنعرفكم أكتر على موديست ونقول لكم أكتر على أرقامه ومهاراته ومسيرته الحافلة بالأرقام والإنجازات. كمان هنكشف لكم كل الكواليس الخاصة بمفاوضات أمير توفيق مع اللاعب والرقم اللي بيقرب من 100 مليون جنيه. يلا بينا نبدأ الحكاية. في اخر اربع مواسم والاهلي بيعاني من مشكله في راس الحربه. اصل مفيش مهاجم حقيقي في الفريق وده اللي اتسمى بازمه رقم 9 في القلعه الحمراء. مارسيل كولر قال من الموسم اللي فات عندي مشكله في راس الحربه. هو يقدر يتعامل مع الكرات دي بهدوء او بالتركيز المطلوب عشان يقدر يحرز اهداف. ونتيجه لكده مشى حسام حسن وطلعوا اعاره لنادي سموحه، وشادي حسين مشاه وباعه نهائي لزد علشان يفضل مكان، وكولر يطلب من الاداره مهاجم افريقي سوبر. الكل فرح بعد ما البرازيلي سوزا كانوا هيخلصوا معاه ويجي للاهلي، لكن حصلت بعض المشاكل اللي منعت ان الصفقه تتم. مارسيل كولر اتعرض عليه لاعب سوبر اسمه أنتوني موديست. كولر عرض على الإدارة وقال إنه موافق عليه وعايزه في النادي. محمد بركات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أكد إن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني السابق قرب جدا من إنه ينضم للأهلي خلال فترة الميركاتو الصيفي. وقال في تصريحات تلفزيونية مارسيل كولر رشح لإدارة الأهلي التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دورتموند السابق. قادر إن هو يفيد النادي الأهلي. كمان محمود الخطيب رئيس النادي وافق على طلب كولر ضمه رغم كبر سن اللاعب بسبب مستواه الجيد، غير انه صفقه انتقال حر يعني مش هيكلف النادي غير مرتبه، وفي ترحيب كبير كمان من الاداره بسبب المستوى الفني الكبير للاعب. وتم الاتفاق مع اللاعب على توقيعه لمده موسمين، وكمان تم الاتفاق على الراتب اللي هياخده. أنتوني موديست حسب مصادرنا في الاهلي تم الاتفاق على راتب 1,500,000 دولار وده في الموسم، وهو نفس الراتب اللي بيتقاضاه علي معلول وبيرسي تاو مع الفريق. وده معناه ان راتب أنتوني موديست مع الاهلي هيوصل ل 2 مليون دولار مشروطه بنسبه مشاركاته في حاله وصولها ل 75%، وده طبعا بالاضافه لعدد اهداف والتتويج بالبطولات مع الفريق. وان الاتفاق تم خلاص والاهلي هيعلن الصفقه رسميا بعد ما يخضع اللاعب لفحص طبي. في النهاية هل تتوقع نجاح موديست مع الأهلي؟ شاركنا برأيك.